السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني وين شاهدنا وين التصريحات تحت تاع وين قال لك باللي المدير كما قال قاسي سعيد يعني الخمس سنوات يعني وهو على رأس المنتخب يعني وقال رانا اليوم رانا نبنو في منتخب في ايكيب بالك المصومات يا عزيز بالك المصومات في بالي المصومات بالك المصومات بالك ما تشكلوا علينا بالك ما تشكل علينا خمس سنين انت مازال ما عرفتش باللي خاصك مليون تيرار نديروها من البوركينا فاسو ورواح مازال ما عرفتش باللي خاصك انت مينا دو جو بركا ما تكشر بركا ما تهدر على بالكم راكم تاكلوا في الوقت ورانا نضيعوا في الوقت وهي رايحه بالتالي كاع انا قلتها لكم ونعاودها لكم قلتها لكم النهار اللي خسرنا النهار اللي درنا ماتشين مع بوركينا فاسو هنا قلت لكم غادي يدينا دخلنا في حيط ورانا نكتلوا في الوقت ومن بعد قلنا لا ومن بعد قلنا لكم يعني النهار اللي خرجنا خرجة البعير من الكاميرون خرجنا بنقطة لا بون ديرني عيب كبير 24 ايكيب كان اللي كان يقول لك بكري كانوا يلعبوا بثمانيه تاع لي زيكيب يلعبوا البرومي تور دومي فينال فينال واه بصح كنا شحال لعبنا من دومي فينال شحال لعبنا من دومي فينال اي قولوا لنا شحال لعبنا من دومي فينال لعبنا في 80 يعني وصلنا فينال تاع لاغوس في كونت نيجيريا 82 دومي فينال 84 دومي فينال 88 دومي فينال 90 ديناها مالكم ما بدي ها انتم كي تهضروا كيما حتى ايش عالت خطره فينال والتسواق اي اي راكم فاتح بالله على الصاد وروح خرج 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 كملت البارتيه منا قالوا لهم يا ودي نبات الله غالب اي تشوف هيا كل واحد يدبر على روحه بعد جايين يقول لك لا خلوه يخدم يا ودي يعني انت خلوه يخدم كاع مين تاني نسمع فيها خلوه يزيد دخلكم في حيط خلوه يزيد يديكم للفيفا اقعدوا تهضروا قدام الفيفا خلوه اقعدوا قدام الفيفا اقعد روحوا فماك روحوا الفيفا روحوا انا اقول لكم على حسب ماني نشوف فيها هذا الخطره الطيحة غادي غير ربي لي داري بيها راني يعني نقولكم والله لا مهزلة تلو المهزلة إلى متى نرى منتخب الوطن الجزائري يرى النور راني يعني نقولكم ما زلنا ما خرجناش كاع خلو يخدم جملة يرددها البعض الهيصر منذ مباراة بوركينا فاسو والتي لعبناها في المغرب ضمن تصفيات مؤهلة لنهاية كأس العالم ومنذ تلك المباراة ونحن من السيء للأسوأ خلوه يخدم لا يوجد أي مدرب حظي بما يحظى به هذا المشرف رغم فشله في تحقيق الأهداف مع ذلك لا يزال الملعب يمتلئ عن آخره والمباراة تونس الودية حضرها الآلاف الجماهير 70,000 هذا المشرف مدير للمنتخب الوطني وجماهيره وعندما ننتقده ليس يعني كر إنما وفق لمعطيات وكعاشق للمنتخب الوطني من حقي يعني إبداء رأينا من حقنا إبداء رأينا ما كاش اللي يجي يقول لك لا خلي اسكت منه أنت شكون بتسكتني قول لي شكون هذه هي قول لي أنت شكون كي تقول لي أنت شكون نهضر معاك عاود يا أنت انتوما ما كان والو شو الرجال اللي تعرف البوله شو هذه ما يودوها لكمش هذه كون زعما اللي كانوا يضربوا المثل قال لك الاستقرار شوف راه نوريكم حاجه راه نوريك حاجه ولدي خويا راه رب العالمين راه نوريكم حاجات لي زالمون او دي راحت رب العالمين هذا الحبيب خويا من الالمان هو ارسلها لي
لي زالمو على بالك بلي شاديروا ما بالكمش داروا لافته كبيره يطلبوا بطرد المدرب هذا اللي راه قال بالالمان. قالوا له كوب دي موند يطلبوا باش يطردوا لونترينير. وحنايا حنا خير من الالمان، حنا خير من الالمان، حنا كعجب تيتي المدرب تاع البرازيل اعاد هيبه المنتخب، ولما فشل بالفوز يعني بكاس العالم استقال. وحنايا المشرف ما حبش يستقيل بالرغم من فشله، فاز بكاس افريقيا وخسر الاحتفاظ بها وخسر التاهل لكاس العالم. يتسمى زوج بوحده، جاب وحده وضيع زوج. والمنتخب يعني والمنتخب يتقهقر من مباراه الى مباراه، والراي العام شاهد ما شافش حاجه. اختياراته غير مفهومه وخطته واحده لا تتغير في جل المباريات، يعني المباريات. وزياده على ذلك الرجل صار يتشابك مع الصحافه واللاعبين المنافسين بعض ردود يعني في الاسفل، يعني مع مقدسين الاشخاص للاسف. هذه هي اخويا نقولوها لكم ونعاودوا، رانا في الحيط، رانا في الحيط بيان بيان بلاصي باش ندخلوا في الحيط، رانا يعني رانا ملاح كاع على هذيك الناس. راهم جابوا ذاك معطي مصطفى معزوزي اللي جراو مليا في الـ في الـ في اليوتيوب من في الفيسبوك. راهم مدورينها، شنو راهم مدورينها؟ كي راهم مدورينها، راهم مدورينها يعني كيفاش راهم مدورينها؟ راهم مدورينها، قول معايا مدورينها حلبة دارجو. ما كاش اللي بغا يهدر على البولا، حنا نعرفوا بولا، هدروا كرة قدم ماشي على البوكس، هدرونا على كرة قدم. عطوا تحاليل، عطوا نقاط، عطوا من عطوا ناس كاع ساكتة. مدرب 5 سنين ومن بعد جا باقي 6 شهور الكاس افريقيا، قالكم باين بنو فريق، وين جاي فريق؟ يقولنا بس تو باين بنو توما من العام اللي فات، ها بيقلع حصايك لقد سوف الغربال سوف منا، راح جابوا 7 جابوا منا جابوا منا هذاك بلال ابراهيمي جابوا ذاك. انا قلت لكم العام اللي فات، قلت لكم هذو 7 اللي قلع بهم باش يلهيكم غادي ما يكونوش كاع، وهذوك اللي لعبوا في كونت اوغندا غادي ما يكونوش، ما غاش يكونوا هما المرضى ولكم راه يحزر فيه. ارسل للفيغولي، انا نقول لكم راه يراسل في فيغولي باش يقول له واه نوليا، راه يراسل في فيغولي. فيغولي دابز معاه هنا في سيدي موسى نهار الكاميرون، قال له انت قال له راه يراسل فيه. فيغولي قال لك رد لي ابراهيمي، سفيان فيغولي قال لك رد ابراهيمي، خاص كل واحد يحوس على صاحبه يولي، قال لك انا رد لي ابراهيمي صاحبي. كل واحد يحوس على صاحبه. هيا هو قال لك رد لي فريق ابراهيمي، هذه هي كل واحد يحوس يرد صاحبه. فين هو فريق من حقه يرد انت، فين هو من حقه يقول لك رد لي صاحبي، رد له ابراهيمي يولي. على بالنا بلي بيت رد مبوحي، بيت رد فيغولي، بيت رد هاكا بيصنع لكم ايكيب، هو كيما بيصنع لكم ايكيب، بيرد في مبوحي فيغولي بدران زيدوا معنا شكون بلايلي، هذو 4 غادي يردهم. تما دوك راهم يلعبوا، ولا انا نشوف فيهم لاعبين كبار وكلش، انا نقول غادي ما يولوش يلعبوا، يولوا يقعدوا في بلاصو كيما ادم الوناس، يوخر ادم الوناس كيما وخر ادم الوناس وخر يعاودوا ثاني. ادم الوناس لا كاش ولا مليح في البطوله، يعني يولي يجيبها في طول الشعب يسكتوا صايك، يدير لها كيما عموره مسكت به فئه تاع الشعب. هذا مكان هي ماشيه، هذه يا خويا كاس حاجه وحده وعقلوا عليها مليح. غادي نقول لكم انا والله لا بغيت يقولوا لنا شاسرة، يحكوا لنا كسرات لافير تاع مع عوار، قالت عوار قال له قلت لي باللي ارواح، قال لك انا ما ندمش انت قلت له ارواح تيتيلير، قال لك انايا هذه هي هذه اللي بغيتك تهدرها. وزلافة تاع الطعام اللي وخرت اللي ضربتها وخرت، يا قلنا هذه، قلنا شكون اللي دخل تيتيلير، قولوا لنا شكون اللي ما رفضش اللي رفض البنك وقال لك انا ندخل دونتري مول لانيفيرسير، مول لانيفيرسير هو اللي قال ندخل دونتري. هذه هي
حنا كاين امور خليها 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 بعد تبعني بشويه تبعني. ما تقلقوش، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم. سعيد وخاوتي.